بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد. والنهاردة الفيديو بتاعنا بيتكلم على كيفية تحميل القوائم المالية بل وتقرير مراقب الحسابات كويس لكل الشركات اللي ليستد أو المسجلة في البورصة. طبعا يمكن أنا كنت عملت قبل كده فيديو عن الموضوع ده مش بالكامل، ولكن كنا شرحنا موقع اسمه مباشر. والنهاردة يمكن اللي خلاني عملت الفيديو ده هو الطلبة بتوعي في الكلية، وإحنا بنطلع القوائم المالية، لأن بعض منهم كان عنده مشكلة في كيفية تحميل القوائم المالية أو التقرير المالي السنوي بما فيه تقرير مراقب الحسابات. طيب أنا دخلت هنا مع حضراتكم، كتبت مباشر مصر، وهدخل على موقع مباشر وهنمشي مع بعض خطوة بخطوة ازاي نوصل للقوائم المالية. طبعا موقع مباشر ما هوش بس بيقدم القوائم المالية، ولكن هو كمان بيقدم معلومات كتير قوي تقدر حضرتك تبص عليها وتقدر ترجع للفيديو القديم اللي احنا كنا عملناه. الموقع فيه منه نسخة عربي احنا داخلين عليها، وفي منه نسخة انجليش او انجليزي للناس اللي حابة يعني او عارفة المصطلحات بالانجليزي. طيب هو بس للسوق المصري، هو فيه أسواق كتيرة زي سوق الأسهم السعودي، دبي، المالي، أبو ظبي، البحرين، الكويت، فلسطين، يعني نقدر نقول الموقع ده وكأنه بيغطي المينا ريجن بحالها. أول حاجة أنا مثلا هتكلم هنا على البورصة المصرية، فهخش هنا هضغط على البورصة المصرية فهيبتدي ينقلني للأجزاء الخاصة بالشركات المصرية المسجلة في البورصة. طبعا زي ما حضرتك شايف كده، لو انت عايز قوائم مالية تخص شركات اخرى فبالتالي تقدر طبعا تخش سواء على زي ما اتفقنا السعودية، ابو ظبي، الكويت، مسقط، قطر، وتقدر ان انت تعمل نفس الكلام بالظبط. طيب هنا اول ما دخلت بيقول لي انا دخلتك على اي جي اكس 30. طيب وهبتدي ابص، هو جايب طبعا خط بياني هنا لاجماليات المؤشر، طبعا فتح على كام، اغلق على ايه، اعلى وادنى، يعني مش عاوزين ايه ندخل في الكلام ده لان مش هو ده اللي احنا بنتكلم فيه هنا. وهنا جايب مؤشر مثلا النيل للشركات الصغيره والمتوسطه، اي جي اكس 30، اي جي اكس 70، 100، 50 متساوي الاوزان، مؤشر اي جي اكس 30. خلاص طيب، وبعدين بيديني قطاعات السوق، يعني حضرتك عايز بنوك بس فهتضغط هنا تلاقي بنوك بس، موارد اساسيه، رعايه صحيه، خدمات ومنتجات، عقارات، سياحه. وطبعا كان ممكن من الاول خالص ان انا اجي هنا في السيرش فوق وابتدي اكتب، واخد بال حضرتك انا بدور على ايه، يعني لو انا دوست هنا على سيرش اهو ابتدي اكتب هنا اسم الشركه اللي انا عايزها او رمزها لو انا عايزه. طيب تعالوا نخش كده على اي حاجه احنا عايزين نجربها، وليكن مثلا خدمات تعليميه. طبعا اول ما هضغط على خدمات تعليميه هو هينقلني جوه لمين هم الشركات المسجله في البورصه وتعتبر من ضمن الخدمات التعليميه. فهنزل تحت لقيت ان في ثلاث شركات مسجلين في القطاع الخاص بايه؟ خدمات تعليميه، حاجه اسمها القاهره للخدمات التعليميه، تعليم لخدمات الاداره، القاهره للاستثمار والتنميه العقاريه. لو انا دخلت على اي شركه من دول هيبتدي يجيب لي القيمه الاسميه، القيمه السوقيه، الدفتريه، مضاعف الدفتريه، انا اسف، مضاعف القيمه الدفتريه، ربحيه السهم، وعدد اسهم الشركه وراس المال. طيب برضو احنا مش عايزين ندخل في تفاصيل كتير، هنبقى ممكن نعمل فيديو بالتفصيل نشرح بقية الحاجات، ولكن انا دخلت هنا وهبتدي اختار القوائم المالية. فهيبتدي ينقلني لصفحة تانية، الصفحة ديت هيبقى فيها ان انت تختار انت عايز الفترة المالية انهي، فتقول والله انا عايز الربع الاول، الثاني، الثالث، الرابع، الميزانية السنوية. فهدوس الميزانية السنوية هلاقي ان هو جاب لي هنا زي سمري او يعني ملخص للتدفقات المالية، قائمة الدخل، الميزانية العامة أو قائمة المركز المالي. وزي ما انتم شايفين كده عندي فوق هنا حاجة زي اتاشمنت كده اللي هي الكليب اللي احنا بيبقى موجود، أو الدبوس ده اللي هو معناه إن احنا عندنا هنا، والمشبك ده اللي هو معناه عندنا هنا اتاشمنت، عندنا هنا في، واخد بال حضرتك، حاجة اتاشد فايل موجود. طبعا هو هنا مثلا ما فيش ال 19 لكن في ال 18، في ال 17. خلاص فأنا لو دوست عليه كده هيبتدي ان هو يفتح لي بي دي اف او يحمل لي بي دي اف. البي دي اف ده زي ما انتم شايفين اهو، لو انا دوست عليه كده هيبتدي يعمل داونلود.
تعالوا نفتحه سوا، فهنلاقي ادي تقرير مراقب الحسابات والقوائم الماليه. طبعا زي ما انتم شايفين مركز المال، الارباح والخسائر، الدخل الشامل، التغيرات، التدفقات. فاقدر اوصل ادي تقرير مراقب الحسابات، وادي القوائم الماليه، ادي المركز المالي كويس، وادي الارباح والخسائر او قائمه الدخل، وادي الدخل الشامل، وادي كمان واخد بال حضرتك قائمه التغيرات في حقوق الملكيه، وطبعا اكيد في كمان التدفقات النقديه وباقه الافصاحات بالتفصيل كويس للشركه كلها. تمام، يبقى احنا بكده نقدر نجيب كل القوائم الماليه الخاصه بهذه الشركات. طيب في شركات ممكن تبقى كامله، تعالوا نرجع كده نختار حاجه تاني كويس. ممكن الاقي لغايه 4 و5 سنين شركات موجوده قوائم ماليه بتاعتها، بس وزي ما احنا اتفقنا مش بس كده، احنا ممكن كمان ان احنا نلاقي القوائم الماليه الخاصه مثلا مؤشر اي جي اكس 30. لو انا دخلت هنا مؤشر اي جي اكس 30 هيبتدي يقول لي تمام اهو انت عايز الشركات اللي موجوده في القطاع، فقال لي شركات القطاع المتداوله، خلاص بيلتون، ابن سينا، القلعه، الاستشارات، اوراسكوم، النساجون الشرقيون. اقدر برضو اضغط طلعت مصطفى، سودك، برضو اقدر ادخل هنا واخش واشوف القوائم الماليه. طبعا في معلومات زي ما انا قلت، يعني في مؤشرات ماليه مثلا تقدر حضرتك تستفيد منها، لكن احنا عشان بنقول على القوائم الماليه فهيعمل نفس الكلام بالظبط اهو. بقول له ان انا عايز هنا مثلا ده الربع الثالث، بيقول لي ده انا عندي 1 2 3 4 5 سنين موجودين. طيب انا عايز الميزانيه السنويه 1 2 3 4 5، عندي 19 كويس، يمكن هو مش حاطط لها سامر لكن موجوده، يعني 18 17 16 15، يبقى دي القائمه الماليه. طيب كمان بسرعه كده المؤشرات الماليه للناس اللي هي بتهتم بالحته بتاعه المؤشرات الماليه. فالناس المهتمه بالمؤشرات الماليه هتلاقي مثلا هو هنا مديني العائد على حقوق الملكيه، مديني العائد على الاصول، مديني ربحيه السهم، معدل نمو صافي الربح، معدل نمو اجمالي الاصول. خلاص، وزي ما انا قلت لو انا حابب الحاجات دي اقلبها بالانجليزي هقدر ان انا اعمل كده، ادوس على انجلش فوق اهو، فالاقي الموقع قلب معايا كل المصطلحات دي بالانجليزي كويس، وبالتالي برضو اقدر ان انا ابص فيه حتى لو انا بالنسبة لي في مشكلة في المؤشرات او في اسامي المعلومات اللي انا بدور عليها بالانجليزي. تمام، طبعا زي ما انا قلت من شوية لغاية لما يجيب لنا النسخة الانجليزي المفروض هنا في بيانات كتير قوي تقدر تستفيد منها، زي بيانات السهم، زي اخبار السهم، زي اعلانات السوق، القيمة العادلة، الاجراءات اللي بتقوم بيها الشركة، اعلانات الارباح، التوزيعات، لو في اكتتابات حصلت، احصائيات التداول عامله ازاي، كل الحاجات دي اقدر ان انا كويس اشوفها، تاريخ انشاء الشركه، بدايه السنه الماليه، مراجع حسابات بتاع الشركه مين هو، هيكل الملكيه، اعضاء مجلس الاداره، استثمارات اخرى للشركه كويس، الويب سايت لو انا محتاج ان انا ارجع لحاجه معينه في الويب سايت. اخر حاجه اوريها حضراتكم هو الفيرجن الانجليزي بتاع الموقع. زي ما انتم شفتوا هنا قلب انجلش، اقدر اخش هنا ماركت واروح الايجيبشن اكستشينج، نفس الكلام اللي انا عملته هنا. مثلا ادي اي جي اكس 30 اهو، ادي اي جي اكس 100، اي جي اكس 30 تاني. طبعا القطاعات زي ما انتم شايفين، مثلا هيلث كير اند فارماثيتيكال اللي هو الرعايه الصحيه والشركات الطبيه او شركات الادويه، واقدر بقى اعيد الكره مره تانيه هنا اهو، دي الشركات اهي. لو انا دخلت مثلا على اي شركة من هنا، ابن سينا فارما مثلا، هلاقي نفس الكلام اللي احنا قلنا عليه، دي نفس المعلومات، واقدر هنا ادخل واجيب ادي المؤشرات المالية اهي، وادي الفاينانشال ستيتمنتس او القوائم المالية بتاعة الشركة، برضو هيظهر لي نفس الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. هنقول ثيرد كوارتر، هنقول انيوال بادجت، هي طبعا كلمة بادجت هنا غلط، والمفروض هنا واخد بالك بالانس شيت، لان هو بيتكلم على ميزانيه وليس موازنه. طبعا في فرق كبير ما بين الايه، ما بين الاثنين. ده ببساطه كده ازاي نجيب القوائم الماليه وتقرير مراقب الحسابات لعدد حتى من السنين لورا. متشكر ليكم جدا، ان شاء الله باذن الله نشوفكم في فيديوهات ثانيه، وما تنسوش تتابعونا هنا وعلى قناتنا على التليجرام، وان شاء الله نشوفكم
قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.